استفسارات ومنذ بدء الحديث وإعلان حالة الطوارئ في فلسطين من قبل المرسوم الرئاسي وبالتأكيد أيضا رئيس الوزراء، كنا قد استفسرنا والجميع الأهالي حول آلية التعويض والخطط البديلة والتعلم عن بعد فيما يتعلق بالمدارس، لكن هذه المرة ماذا عن الجامعات والتعويض للمحاضرات؟ وهل هنالك أنظمة جديدة وخطط بديلة لتعويض الفاقد والمفقود في المحاضرات الجامعية نتيجة حالة الطوارئ؟ مزيد من التفاصيل حول هذه الاستفسارات والإجابة عليها ينضم إلينا مدير عام التعليم الجامعي في الوزارة سيد رائد بركات. أسعدت صباحا سيد رائد. يسعد صباحك ويسعد صباح الأخوات والإخوة المستمعين. أهلا وسهلا. يعني هنا نستفسر ونسأل بخصوص الخطة التعويضية البديلة لساعات الدراسة المفقودة في الجامعات نتيجة حالة الطوارئ، هل أصبحت قيد إن شاء الله في الأيام ربما الساعات القادمة التنفيذ ستكون قابلة للتنفيذ؟ يعني أختي أنا أحكي بالبداية نتمنى السلامة لشعبنا إنما تواجد، نتمنى السلام لطلبتنا وأحبتنا، وأنتم بتعرفوا أنه هذه الأحوال أحورئة وأعلنت فيها حالة الطوارئ والتعامل معها يجب أن بطريقة استثنائية. الآن إحنا في فلسطين حسب قانون التعليم العالي رقم العام 2018 أقر أنواع من التعليم معترف فيها في فلسطين. التعليم بالانتظام، التعليم الإلكتروني، والتعليم المفتوح. وكان التعليم بالانتظام هو الذي معمول به بفلسطين، طبعا باستثناء جامعة القدس المفتوحة والجامعة العربية المفتوحة اللي بتعمل بنظام التعليم المفتوح. الآن مع إقرار الوزارة واعترافها بنظام التعليم الإلكتروني بدأت الجامعات الفلسطينية منذ فترة بإعداد منصات إلكترونية ليكون التعليم الإلكتروني جزء من استراتيجيتها المرحلة القادمة، وخصوصا بعد إقرار النظام من مجلس الوزراء. وبالتالي يعني التجربة اللي قامت فيها الجامعات خلال الفترة الماضية في عملية إعداد المنصات الإلكترونية والمحاضرات الإلكترونية أصبح دورها في هذا الظرف الطارئ اللي بتمر فيه البلاد وإعلان حالة الطوارئ وإغلاق الجامعات. يعني الجامعات الفلسطينية الآن طبعا كل الاحترام والتقدير موجه لها التحية من خلال أخيركم، هي إن شاء رب العالمين قادرة كل حسب إمكانياته وحسب ما تقدم من خطوات في موضوع التعليم الإلكتروني أن يقدم ما يستطيع. إذا حكينا أكيد ما راح يكون التعويض 100% مثل التعليم بالانتظام والتعليم التقليدي، ولكن على الأقل خلال فترة الطوارئ اللي احنا الان وعندنا في شهر، وان شاء الله رب العالمين تنتهي الأزمة ولا تمتد، ولكن اذا امتدت لا سمح الله على الاقل ان طلابنا لا يفقدوا الوقت وما تروح عليهم. وهل هذا يعني سيد رائد، يعني هل هذا يعني انه سيتم الاعتماد حتى هذه اللحظة ولحين ان الله عودة الامور الى مجراها وطبيعتها، هل يتم الاعتماد على التعلم مثلا الإلكتروني أو التعلم عن بعد من خلال ربما التعاون ما بين الهيئات التدريسية وما بين الطلاب وأيضا إدارة الجامعات؟ هل هذا هو ما سيتم العمل به؟ نعم أختي، الآن إحنا جامعات عالمية زي جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة وهي ترتيبها الثاني على العالم أعلنت فورا اللي هو بدء التعليم بالتعليم الإلكتروني في جميع مراحل الجامعة بسبب برضو تفشي هذا الفيروس في الولايات المتحدة. فإحنا يعني نقول لجامعاتنا إنه إن شاء الله هم قادرين على تجاوز المرحلة وهم قادرين على البدء بالتعليم الإلكتروني، كل جامعة حسب إمكانيتها. الآن الجامعات التي يعني لا زالت خلينا نحكي استعداداتها لم تكن مثلا بمثل الجامعات سبقت في المشوار، ممكن الاستفادة من الخبرات وتبادل الخبرات بين الجامعات. وبتعرف احنا عندنا عزيمة وعندنا إرادة، وانا متأكد ان شاء الله رب العالمين بتكافل الجميع رايحين نتجاوز هاي المرحلة، وان شاء الله رب العالمين انه بكون التعليم عن بعد هو الخطة البديلة الان لموضوع طيل الجامعات والالتزام بالنظام التقليدي.
طب سيد رائد، يعني ما أردنا الحديث وطالما أنك تتحدث حول التعليم الإلكتروني، هل بالفعل البنية التحتية إنجاز التعبير الإلكترونية للجامعات مهيئة من أجل العمل على إتمام والقيام بالتعليم الإلكتروني، خاصة وأنك ذكرت لربما هنالك جامعات تتفوق على الأخرى؟ صحيح صحيح، هناك بعض الجامعات منذ فترة قطعت مشوار كبير في هذا الموضوع، وهناك جامعات طبعا بدأت في المشوار، وأنا ندعو جميع الإخوة في الجامعات لتبادل الخبرات فيما بينهم في هذه المرحلة وتقديم العون للبدء بعمل التعليم الإلكتروني بالجامعات بما يضمن على الأقل أن الفصل الثاني إن شاء الله اللي ما تبقى منه من شهرين أنه طلابنا ما يفقدوا الفصل وما يفقدوا حق التعليم إن شاء الله. نعم، وهل العمل ضمن هذه الخطة يعني أن ربما في هذه المرحلة تم تمديد الفصل الدراسي الحالي، أم أن التعويض من خلال التعليم الإلكتروني سيكون كافيا من أجل إتمام العملية التعليمية؟ يعني أختي هذا الموضوع أكاديمي، وكل جامعة أكاديمية عندها مجلس أكاديمي وتعلم تماما ماذا يجب على الطالب أن ينهي خلال الفترة وما هي الكفايات التي يجب أن ينهيها حسب المواد، وأنا أتوقع أنه إن شاء الله رب العالمين لا نحتاج. نعم. إذا تم تطبيق التعليم الإلكتروني وتم التعاون بين الطلبة وبين الهيئات التدريسية، وأتوقع أنه إلا تجربة كبيرة في مؤسسات التعليم العالي وثقتي فيهم كبيرة، وأنت يعني جزء من هذا الشعب وبتعلمي تماما الظروف الصعبة اللي مرت فيها الإغلاقات وتسكير الجامعات من قبل الاحتلال وإغلاق الطرق وإلى آخره، ولكن تفوق شعبنا بكفاءة عالية وجامعاتنا ومؤسساتنا على كل الصعاب الحمد لله رب العالمين، وبقيت عملية التعليم مستمرة ولم تتوقف في أي من الظروف حتى هذه اللحظة. إذا نأمل إن شاء الله أن تجري الأمور على ما يرام وتغلب على هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الكل الفلسطيني. نأمل السلامة، كل السلامة لأبناء شعبنا. وبالتأكيد أشكرك جزيل الشكر السيد رائد بركات، مدير عام التعليم الجامعي في الوزارة، على هذه المداخلة والتوضيح فيما يتعلق وبالتأكيد الخطة التعويضية البديلة للدراسة في الجامعات، والاعتماد كما أشار الأستاذ رائد بركات إلى الاعتماد كليا سيكون حتى هذه اللحظة على التعليم الإلكتروني، ومن ثم بالتأكيد كل خطوة قادمة مستقبلية ستكون وفقا لما يتلائم الوضع الراهن.